على بركة الله مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، هكذا تعلن انطلاقتي وتحدي هذا الشوط، الشوط الذي يحمل إثارتي ومنافسة الإبكار. الشوط الخامس نزهر مع مقدمة هذا الشوط، وأنا أخذ المركز الأول الوثبة أحمد بن زالم بن أحمد بالحوت على قيادة هذا الشوط. المركز الثاني مشاهدينا الكرام، ثاني المراكز هناك التواجد والحضور على المركز الثاني، تتقدم شقف لأحمد بن عبد الله بن محمد السبوسي. أما المركز الثالث الواصل العفريت أحمد بن عبد إذن أحمد السيد حمد بن عبيد بن حضيرم. والمركز الرابع في هذه اللحظة القادمة مشاهدينا الكرام اللي هي الطرب خميس بن فايل العويسي. والمركز الخامس تتواجد مشاهدينا الكرام للسيد ايضا سالمين بن دقاش بن محمد العامري خداعه، ولكن وصلت برلين للسيد بخيت بن عيلان بن بخيت بن كراز، انضمت على المركز الخامس. والمركز السادس وصلت في هذه اللحظة، يا مرحبا بعز، وصلت عز في هذه اللحظة راشد بن خميس القويس تنضم على المركز السادس. هكذا الست المراكز الأولى، نعود إلى قيادة الشوطة، نعود إلى البداية الأولى وإلى المركز الأول، إلى الحضور الأول، إلى مقدمة هذا الشوط. من أيضا سيطرت، من انطلقت على البداية، راحت شقف 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 مسيطرة بهذا الأداء، منطلقة بالمركز الأول أحمد بن عبد الله بن محمد السبوسي، مسيطرة بهذا الأداء، مسيطرة بهذا الحضور. هي شقف على القيادة، بدأت تتباعد المسافة، بدأت تطير على المركز الأول. الله يا شقف، الله على هذا الأداء، ما شاء الله تبارك الله، طارت شقف طارت، استفتحت لائحة الكيلو المتر الأخير. شوف المسافة، المركز الثاني وصلت عز، تحركت عز على المركز الثاني، راشد بن خميس القويص على المركز الثاني متواجدة، والمركز الثالث ولكن شقف شقف هي بطلة هذا الشوط، هي المسيطرة بهذا الأداء الجميل بدون أي أوامر. العساف الابطان مسيطرة، شقف راح أبو سعيد يقدم لنا هذا الحضور بإذن قيادة مع أبو سعيد، راشد بن مروشد يقدم لنا تواجدي وحضور شقف، ما شاء الله بدون أي أوامر. العساف الابطان، العساف الابطان مسيطرة شقف، مسيطرة شقف أيضا عز على المركز الثاني، راشد بن خميس القويص في ثاني المراكز، ولكن خلاص البداية الأولى. شغف ما حركها أبد، ما حركها أبد، العصافة الأبطان مسيطرة بهذا الأداء الجميل وبهذا الحضور المشرف. سلامي على هذا التواجد، سلوووو
من الدشبة سلام سلام للدشبة سلام. لله درك لله درك ما حرك أبد، عصاتها في بطانها عصاتها في بطانها منفرد انفراد تام. تهانينا والناموس للسيد أحمد بن عبد الله بن محمد السبوسي على هذا الفوز والانتصار، والتهني للسيد راشد بن محمد بن مروشد على فوز شقف بهذا الشوط بدون أي أوامر. ما شاء الله تبارك الله. المركز الثاني، المركز الثاني مشاهدينا الكرام أيضا وصلت فيه الميجنة على المركز الثاني مبارك بن هديب بن مبارك الهشامي، والمركز الثالث وصلت عز أيضا أو إذن مواري علي بن حمد بن هادي المري، والمركز الرابع عز راشد الخميس غويس، والمركز الخامس وصلت فيه مشاهدينا الكرام نهب خميس بن سالم بن حبيب. هكذا كانت نتيجة هذا الشوط. أما التوقيت أيضا توقيتا مميز للغاية 4:40، ما شاء الله تبارك الله. تهانينا والناموس للسيد أحمد بن عبد الله بن محمد السبوسي على هذا الفوز والانتصار.